الأعراض هي المشكل أنه في المراحل الأولى ما كتكون حتى شي أعراض اللي كيحس بها الإنسان. لهذا من الضروري أنه خاص الإنسان أولا يكون عارف بأن عنده السكر، دونك مرة مرة يعبر بالخصوص إذا كان عوامل وراثة ولا عوامل اللي عندها علاقة بالتغذية أو لا عوامل اللي عندها علاقة بـ 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 بالسمنة اللي عندها علاقة بالكوليسترول هادو ولا اللي بيرتونسون حتى هي ارتفاع ضغط الشرياني، هادو كلهم خاصهم دائما يراقبوا السكر في الدم ديالهم بصفة عامة، لأنه المشكل اللي كيوقع هو بما أن المرض صامت ما عندوش علامات كيمكن المريض حتى كيجي لعند الطبيب كيحس بالعلامات وكيجي يشوف الطبيب ديال العينين وكيلقى أن هذيك الشبكة ديال العين تقاصد ديجا الداء السكري هو ما عارفش بأن عنده مرض السكر. وهنا ملي كنطلبوا يدعمنا الخزان أو يعبر السكر في الدم كنلقاو بأن السكر طالع بزاف لأنه راه سنين هو مصاب بهذاك المرض. يعني هنا كنقولوا بأنه ضروري أنه الإنسان خاص ضروري المراقبة دورية ويعبر السكر ديالو مرة وإلا كان السكر طالع خاصه ضروري مرة كل سنة يشوف الطبيب ديال العينين إلا ما كانت حتى شي أعراض. أما إذا كانت الأعراض هنا خاصه يشوف الطبيب ديال العينين على حسب داكشي اللي غادي ينصحوا به الطبيب. الأعراض شنو هي؟ الأعراض أنه كيكون نقص ديال الشوف، كيكون بعض الذباب اللي كنسموه ديك الدبانه اللي كيكون كيبان لانه هذا يعني انه ربما كاين نزيف داخل العين واللي قاص الزجاجيه ديال العين والشبكه ديال العين واللي كيقول لنا بانه كاين خطر كبير انه الشبكه ديال العين انها الاصابه ديالها في مراحل متقدمه. الاعراض اخرى اللي كيمكن يحس بها الانسان ولكن في مراحل متقدمه ارتفاع الضغط ديال العين لان كيف ما قلنا بعض في المراحل المتقدمه دوك العروق كينبتوا واللي كيمشيو لذاك المصفات ديال الماء ديال العين الداخلي اللي هي اللي كتريغلي لنا تتوزن لنا الضغط ديال العين ملي كيقيس هذيك البلاصه دوك العريقات كيوصلوا هذيك البلاصه اللي ديال الفلتر ديك المصفات هنا ما كيبقاش العين قادره باش تضبط المستوى ديال الضغط داخل العين وفي هذه الحاله كيطلع المستوى بصفه قويه وكيؤدي الى اتلاف العين يعني وبالالام كثيره اللي كيؤدي انه الله يستر العين كتعمى في بضعه ايام. دونك الاعراض هي ملي كتبان راه المراحل متقدمه جدا. دونك اللي مهم هو خصنا الوقايه وخصنا المراقبه الدوريه وهذا مهم جدا وخصنا نردوا بالنا من سكر انه الخزان بالخصوص انه يكون في المستوى اللي مطلوب يعني ما يفوتش 6.5 بالنسبه للسكر ما خصوش يبقى يطلع ويهبط. خاص الانسان يعتمد على حميه اللي تكون مزيانه واذا كانوا اعراض خاص فحوصات تكميليه. هذه الفحوصات التكميليه شنو غادي تورينا؟ غتورينا اشنو هو العلاج المناسب اللي يمكن يعتمد فقط على انه نقدوا السكر في العين اذا كانت مراحل ديال في البدايه ديالها ولا نعتمدوا على الليزر لانه الليزر عنده فائده كبيره بزاف عند الناس اللي عندهم داء السكري كيحمي النظر انه ما يضيعش في الصفه النهائيه. وثالثا الى بعض المرات كنحتاجوا حقا باش نقصوا من ذاك الماء اللي كيخرج من العين لانه كيكونوا دي سويت وكيكونوا العروق كيكونوا رشاو دونك ذاك الماء كيمكن ينفخ الشبكه ديال العين فيوقع انتفاخ. هذاك الحقن كيمكن يساعدونا ايضا وفي نفس الوقت يمكن يساعدوا على ذوك العروق ملي كينبتوا انهم يرجعوا باش ما يديعوش بسرعه بانتظار انهم يستعملوا اللازر يعني الحقنه بوحدها ما كافياش. بالاضافه لهذا بعض المرات كيمكن نحتاجوا الجراحه والجراحه في هذه الحالات كيمكن معقده يكون ممكن نزيف كبير داخل الزجاجيه ديال العين او داخل الشبكه ديال العين او لا كيكونوا دي مومبران اللي كيبانوا فوق الشبكه ديال العين اللي كيمكن يقلعوها في هذه الحاله كنمشيو نقيوها ونزولوها.